تهدر تمي ودرت راسي حشمانة، حسيت بيه عجبو الحال ما عرفتش علاش. عطيتو نمرة تليفوني وطلقت سلوكية من جديد، وخا كان نعترف شي حوايج ولكن علماتني صحارة شنو نقول. وليت دغيا كنفك راسي شوية ولقيت هداك السيد اللي صيفطات معايا صحار جا لعندي وقال أنيفة الوقت هادي وخاصنا نمشيو باش ما يتقلقش الوالد. قلت له واخا انا غدا نوض دابا، بقاو كلهم مستغربين ولكن عجبني الحال حيت هذاك اكد السلوكيه ديالي. استأذنت من يحيى ومن الاخرين وسلمت ونط مشيت، حسيت بالسعاده اليوم ماشي بحال البارح. ومشيت لعند الصحه وعاودت ليها كلش، فرحات وبدات كتقريني من جديد. احتاج اسماعيل ووصلني للدار، وحتى واحد ما شاف شي حاجه. مشيت ونعست حيت عارفه بلي ديك العقروشه غدا تصبح عليا على الصباح بكري. فقت على التنفاخ ديال الراجل، درت عنده بعينين منفوخين ومسدودين بالنعاس. قلت له شحال الساعه؟ قال لي راها الوحده ديال النهار. ما عرفتش مالكي مع النعاس هاد الايام. قلت حتى النعاس غتحاسبني عليه. اوف على عيشه. قال لي شنو شريتي البارح بدوك الفلوس؟ وانا نقول مازال ما شريت والو. قال لي اريهم لي. قلت له شنو هو؟ واش انا مضيعه معاك شبابي باش تحاسب معايا على الفلوس؟ مزيان تبارك الله. نط وتجاهلت ومشيت فطرت وراسي كنحس به ثقيل وكيضني. وجات عقوزتي وبدات كتقول لي يمكن راكي حامله، راهم فك الاعراض شارفه باغا تلصقني باي طريقه غير تهلل. انا ما عمري نكون ام وما عندي حنان نعطيه للولد. ملي كنت فكرت كيفاش كان كيعاملني يحيى البارح كنستخسر راسي في هادو. في العشيه مشيت لعند الصحن باش نشوف اش غدا تقول. جبدات لي كساوي اخرين احسن من الاول. شويه لقيت شي نمره كتصوني، جاوبت بخشونه بحال ديما الو شكون؟ حتى كنسمع ملاك انا يحيى. حماري وبديت كنصايب ونرقق في الهضره ديالي. قلت يحيى لاباس؟ قال لاباس، ممكن نتلاقاو دابا الا ما عندك والو. قلت اه واخا فين نتلاقاو؟ قال لي فين نتلاقاو، وديك الساعه لبساتني صحه وصايبات لي الشعر والميكاب. عيطات للشيفور المزعوم وجا عندي باش يوصلني للبلاصة. لقيتو كيتسناني. قلت له سلام لاباس يحيى. قال لاباس جلسي، انا حبيت نجلس بوحدنا بعيد على الديسكو وصداع ديالي وبعيد على الجروب. قلت اه حسن، حتى انا ما كنرتاحش من اللي كنكون معاهم، كنحس راسي مختلفة معاهم وما كيحملونيش. قال اه فعلا انتي مختلفة بزاف، انتي متواضعة بزاف رغم انك حتى انتي من مستواهم والاكثر ومحافظة بزاف. يعني فين تلقى بنت في هذا الزمان مازال محافظة؟ عرفت هاد الشي من اللي ما بغيتيش تشطحي معايا، كون كانت شي واحدة اخرى غتستغل غياب اهلها عليها، ولكن انتي حافظتي على نفسك حتى في غياب والديك. باينة عائلتك رباوك مزيان حيت ما كيخليوكش تخرجي بلا شيفور. انتي مختلفة على كل البنات اللي شفتهم من قبل، بالرغم من انك زوينة بزاف ولباس عليك، ما استغليتيش هاد جوج الحوايج واختاريتي تكوني سوية. قلت في خاطري انت اللي نياستي يحيى، يعني الخطة ديالي نجحات وتيقول كذبة ديالي. وهو يقول ملاك انتي فعلا ملاك واسم على مسمى، عليك كنت كنقلب من زمان، تقبلي نكون حبيبك وتكوني حبيبتي. قلت في خاطري الله يمسخك، انا حساب لي غدا تطلب مني الزوج، ولكن انتم الناس اللي لباس عليهم كتصاحبوا هو الاول عاد كتزوجوا. قال شنو قلت؟ كان وعدك ما غنكون مع حتى شي وحده من غيرك، حيت فعلا انت اللي كنت كنقلب عليها، وثيقي بيا غتكوني فرحانه معايا. مازال صارحه في هضرته الرومانسيه، حتى صونالي التليفون وكان راجلي العزيز ما موالفنيش نخرج ونتعطل. قلت
الله يا ربي، هذا بابا، اش غدا نقول ليه؟ تعطلت بزاف. قال لي مالك جاوبي وقولي له راكي مع صديق ما فيها والو. قلت انت ما كتعرفوش، هو عنده كل شي قول، ممكن يقتلني الا عرفني جالسه معاك. قال يحيى غير تهدي، جاوبي وما غيوقع والو، جاوبي ما تخافيش. اضطريت نسايرو باش ما يشكش فيه وجاوبت. قلت الو الحاج لبس عليك. قال راجلي واش اللي تزوج بيك انتي؟ غيعرف شي حج ولا شي صلاه في حياته، فين راكي يا نبله؟ قلت له راني مع صاحبتي، غنجي للدار دابا ما غداش نتعطل. قال جي لدارك، الله يعطيكي مصيبه في هذا النهار ونتهنى منك. واجي منين خرج ليك هاد الاداب اليوم؟ قلت واخا الحاج الله يطول لي في عمرك. وهو يقول حاج والله يطول في عمرك. لا هادي بزاف. قلت له يلا بالسلامه وتهلا في الوالده. سلوبيه جالبه، قطعت وخليت عزيز نصتو. اما يحيى فزاد اعجابه بيا. قال حبيبه واش ما عندكش تليفون؟ هذا بان ليا قديم. قلت لا غير حطيته يتصايب وجبت هذا اليوم نديباني بيه. كيفاش نسيت هاد القضيه ديال التليفون؟ قلت له المهم خاصني نمشي، انا غدا نصوني في الشيخور باش الحاج ما يزيدش يتعصب. قال لي نتلاقاو بالليل في الديسكو، غتجي ياكي؟ قلت له غدا نجي بسلامه. جا عندي الشيخور وداني لعند الزهر وعاودت ليها كلشي، وقلت ليها باللي غنمشي بالليل للديسكو وغندوز عندها قبل. مشيت للدار ولقيت سي عزيز مشحره مو مزيان، بدا بالنبير وانا بديت كنجاوب، هو كيغوت وانا كنغوت، كاع الجيران سمعوا غواتنا ودبازنا. خليته كيدابز ومشيت دخلت البيت، درت دوش وصايبت راسي. خرجت ولقيت سي عزيز زايد بالاعصاب، ما فهمتش هذا مالو اليوم. بقى كيدابز وحتى انا ما خليتش من جهدي شويه وهو يضربني، وما جات غير في وجهي. لا ماشي وقتها هاد الضربه. دخلت البيت وسديت الباب ومشيت نشوف في المرايا، يا ربي ما تنفخش ماشي وقتها. ولكن للاسف تنفخات وزراق ليا وجهي. الزين مشى والسهره مشات، اش غدا ندير دابا؟ بقيت مكمشه في بلاصتي. اتصلت بسحر وعاودت ليها شنو كاين، وقلت ليها واش كاينه شي طريقه نخفيها بالماكياج. قالت لي الى منفوخه ما يمكنش، وباللي ما كاينش فرصه انني نمشي، والحل هو نلغي السهر. صونيت الاسماعيل وقلت له داكشي اللي كاين وتكمشت فيه. سمعت عزيز خرج مشى لخدمته، وبقيت انا كنفكر. وبالليل سمعت تليفون كيصوني، كان يحيى. شنو غدا ندير دابا؟ وفي الاخر جاوبته وخفضت صوتي وقلت الو. قال مالك فينك؟ عييت ما نتسنى فيك، واش مازال غتعطلي؟ قلت له يحيى انا ما غداش نجي، حيت بابا دار لي عقوبه وما خلانيش نخرج. وهو يقول وعلاش؟ قلت له قصه طويله من بعد نحكيها لك، يلا بسلامه. قطعت وخليته مازال باغي يهضر. هادشي احسن ما نحصل في شي حاجه اخرى. نعست وارتاحيت هاد المره، طلع النهار وفقت بكري، نط غسلت وجهي اللي كان منفوخ وزادت فيه الزروقية واللي ولات الضربه فيه كتحرقني بزاف، وجدت من فطر وحطيته على الطبل. جلست كنفطر وانا ساكته وكنفكر، يا ترى ايش غادي يكون يحيى كيدير دابا وهي تبدا تهضر ديك الحقروشه؟ قالت شفتي اللي ما كتسمع كلام راجلها وما كتحترموش، هذا هو جزاءها. الا ما درتي عقلك من هنا للفوق غادي يبقى يصبحك بقتله د العصا ويمسيك بقتله وحده اخرى. جاهلت الهضره ديالها بحال الا ما كنسمعهاش، وبقيت كنخمم في يحيى. وجا سيدهم عزيز، جا جلس حدايا وبدا كيتملحس، باسني من كتفي وبدا كيهضر عايده، حياتي سمحي لي يا حبيبه، ما قصدتش ندير لك هادشي، ما حسيتش براسي حتى قاستك ايدي، انتي رطيطبه عليها دغيا بانت فيك الضربه، اما انا ما ضربتكش بالجهد، وحتى انتي
ديما كنقول لك ما تشديش معايا الضد، كتعرفيني ملي كنكون معصب ما كنعرفش اش كندير. بقى كيخطب عليا وانا مطرشه ودنيا ليه، ومو تصدمات بولدها اللي كتشوفه دلدور قدامها دابا. هذا هو اللي كانت كتسنى فيه يصبحني بقتله ويمسيني بقتله. خاب ظنها، نط مطنشاه وخليته كيهضر ويزاوج، ودخلت البيت تبعني وخلم وقال عايده عافاك الا ما هضرت، انا عارف راسي قفرتها معاك، ولكن هادي والتوبه، عمري ما نعاود نخسر ليك خاطرك او لا نضربك، عافاك يسمحي ليا. وكيما العاده درت راسي ما شايفاهش وما كاينش في هالدنيا اصلا. سكت وسديت فمي، ماشي حيت تجرحت منه وبغيتو يدير ليا الخاطر، لا، ولكن لانه ما بقاش كيعني لي، ولا تفكيري مشغول بحاجه اخرى، مشغول بيحيى. خرجت ومشيت لعند ام اسماعيل وبقيت كنشكي عليها وهي كتسب في الحيوان اللي دار ليا هكا. بقيت معاها حتى فاق اسماعيل وسولني شكون دار فيك هاد الحال. قلت له كيما العاده راك عارف، وهو يقول الكلب الاخر. قلت قول لي يا دابا واش شفتي يحيى البارح؟ قال ايه شفته، جا ولكن دغيا مشى، ما بقاش بحال ديما يقصر مع صحاب. قلت له صح، حيت انا ما كيناش اكيد، اش غيدير تما؟ قلبي فرح ملي حسيت باللي عندي قيمه. دوزت نهاري كنفكر في يحيى، وفي العشيه صنعني وجاوبته قلت له مازال ما عنديش فرصه باش نخرج. قال لي واش محتاجه نساعدك؟ تحججت كيما العاده. وفي الليل رجعت لدار عزيز لقيته كيتسناني، ما بغاش يمشي للخدمه وبقى جالس ليا تما، وانا ما ديتهاش فيه بحال ليله ما كاينش. بدا كيرغب عاوتاني، هاد المره الصمت ديالي حرقو في قلبه بزاف، ما فهمنيش ولا باغي يدير اي حاجه باش نهضر معاه، وانا ما دايهاش فيه كاع. ودازت يومين وانا في هذيك الحاله حتى تفشات عيني، ومشيت لعند صاحب ودات لي شويه د الماكياج حتى وليت مزيانه، ما بقى كيبان ليا والو. صايبت شعري وخرجت وصونيت ليحيى وجا عندي بالزربه لواحد الكافيه. قال حبيبه توحشتك بزاف. قلت له حتى انا، ولكن المكتب هو هذا، بابا سد عليا حيت عاقبني وما بقيتش غدا نجي للديسكو مره اخرى حيت غير سلت. قال حبيبه اجي تعيشي معايا وانا غنديرك في عيني، شنو اللي مصبرك على هاد الشي؟ قلت له انا بنت الناس يحيى، ماشي انا البنت اللي تجيب العار لوالديها وتهرم مع صاحبها. قال سمحي لي ما قصدتش، انا باغي غير نريحك. قلت له خاصني نمشي دابا باش ما نتعطلش، واي فرصه لقيتها غدا نجي نشوفك بسلامه. بقيت غادي للدار ودزت من الحومه اللي ساكن فيها الوالد ديالي، وبان لي قدام الدار بحال شي فرح ولا عرس. قربت شويه وسولت واحد المراه، قالت لي راه خو مرات با هو اللي كيتزوج، وبين لي با هو اللي عرسني ودار لي عرس كبير. حرق لي قلبي، رزقو كيخسرو على البراني، اما انا عمرو ما خسر عليا حتى ريال، وكانه تهنى مني ملي زوجني بداك الشارع. خرجت بالزربه ومشيت لدار عزيز، دخلت وما هدرت مع حتى شي واحد، بقيت ساهيه وكنفكر في عائلتي. اي واحد مهما كان في حياته متجاهل بزاف الحوايج، ولكن ضروري كتكون عنده شي حاجه كتقلقه في الداخل ديالو وما كيقدر يصبر على والو. بقيت في ديك الحاله 3 ايام وحتى واحد ما فهم شنو عندي، هملت راجلي وهملت كلشي، غير كنفكر علاش انا ما نتمتعش معاهم، داكشي عندي فيه حق حتى انا، دزت عليهم نتمتع. يحيى مره كيصوني لي، ملي كنلقى فرصه كنجاوبه، وملي ما كنلقاهاش كندير راسي بحال ليله حدايا شي واحد وكنقطع. والحقيقه انني دمرت نفسي يعني. واسماعيل حتى هو حسيت بيه تبدل شويه، بحال ليلى ما بقاش باغي يعاونني في كذوبي على يحيى، ما بغاش يتحمل مسؤوليه ديال مرا مزوجه. واحد النهار فقت وقررت نمشي نشوف يحيى ونفطر معاه. سولني عزيز فين غاده، وقلت له راني غاده عند ام اسماعيل
وغدا تعطل عندها. مشيت وتلاقيت بيحيى. قال لي يا حبيبة توحشتك بزاف، وليت كنتوحشك وانتي معايا، اشنو درتي فيا يا هاد البنت؟ قلت له حتى انت وليت كنتوحشك بزاف. قال عمري حسيت هاد شي مع شي وحدة، ديما انا كنبقى نختار بزاف قبل ما نتاخد شي قرار ديال شي علاقة، ولكن معاك جات غير هكا، ما حسيتش حتى لقيت راسي باغي نكون معاك بدون مقدمات، بغيت نكمل معاك حياتي، انتي اي واحد يتمناك، زوينة وبنت عائلة ومتبتة. سمعتو بدا كيشكر وانا قلبي تقبض، اش من بنت عائلة واش من متبتة، ولكن الاهم من هادشي اول مرة كنعرف معنى الحب، اول مرة كنحس انني باغا نكمل حياتي مع شي واحد، فعلا اول مرة كنعرف الحب. قلت يحيى عافاك، وعدني انك عمرك ما تخلى عليا مهما كانت الظروف ومهما كانت. قاطعني وقال كان وعدك، ما كاين حتى شي حاجه تفرقنا. دوزت الصباح كله معاه وجيت بحالي، جيت للدار وملي دخلت لقيت شي حاجه ماشي هي هذيك، الحس مقطوع والشارفه ما كايناش. تمشيت حتى وصلت لبيتي وسمعت شي وشوشه، حليت الباب ولقيت سي عزيز ومعاه وحده في البيت وناشط مع راسه، نوضت عليه قرباله، بقيت كنغوت وعباد الله اجيو تشوفوا، شوهتو في الحومه، هو كيسكت فيا وكيرغبني نتهدم، وانا غير ما زايده فيه شويه شديت في ديك خيتي هي كتضرب وانا كنضرب، درنا روينا حتى كلشي ولا كيشوف من الشراجم والبيبان. عزيز طلعت ليه ديك الروينه للراس وهو يشدني وقال خرجي برا، خرجي من داري، انتي ماشي مرا، سيري قلبي فين تعيشي، بارك غير هاد المدة اللي صبرت عليك فيها. خرجني وجرع ليا للزنقة والناس مجموعين عليا، تفقست بزاف ومشيت لدار ام اسماعيل دغيا، بقيت كتهدن فيا وما حملتش البلار، داك الخانز يخوني انا يجري عليا من دارو، ما حملتش راسي، بقيت نهار كامل كنعاير فيه. وملي وصل الليل جا مول الدار وعودات ليه مراتو شنو كاين، خسر عليها جوج كلمات، قال هي باها مازال عايش تمشي عنده، كان الموت اهون ليا من انني نمشي لعند مرت با، ولكن هذا خرجني حتى هو وجرع ليا من دارو، فكرت نمشي لعند الصحر، ولكن لا هي خدامه في الدعاره، ما عندي ما ندير بالرجال شي داخل وشي خارج، يكفيني يحيى، ما كان قدامي الا انني نمشي لعند مرات با وندخل صحة. مشيت وترددت بزاف قبل ما ندق، ولكن في التالي دقيت وفتحات لي واحد البنيه صغاوه، يمكن اختي، لحقاش انا ما كنعرف حتى شي واحد فيهم، انا ما كنعرف حتى شي واحد في خوتي. دخلت قبل ما تجي امها، وملي دخلت شافت فيا وهي تقول اش فكرك بينا، عاد تفكرتي باللي عندك عائله؟ قلت فين با؟ وهي تقول باك خارج، شنو بغيتيه؟ قلت ليها ماشي سوقك، هادي دار با، ما جيتش عندك، شويه لقيت واحد المراه خارجه من البيت اللي كان ديالي وشافت في ديك المسمومه وسولتها عليا، قالت شكون هادي؟ وهي تقول ليها هادي ربيبتي بنت راجلي، شافت فيا وبدات كتهضر، قالت عايدة هادي راها مرات خويا، عاد دارت العرس هذاك النهار، شفت العرس حدست من حداكم بحال الغريبة، ما شاء الله با دار العرس لنسيبو وما داروش لبنتو، ادخل با وتصدم من اللي شافني وجا جلس وهو يقول فينا هو راجلك؟ قلت جرع ليا، وهو يقول شنو درتي حتى جرع عليك؟ قلت ليه هو اللي دار ماشي انا، لقيت معاه وحده في بيت نعاسي وجرع عليا من اللي. قاطعني وقال وجهك منحوس من نهار خلاقيتي وكتطيحي عليا النحس ديالك، كلمات كلها بحال السم، من نهار تزاديت الصراحه كنت تهنيت شويه مع عزيز من بحال هاد الجمل ديال السم، وها انا رجعت ليه برجلي شويه وهو يدخل واحد باين عليه خوها، شاف فيا وسول اختو
وجاوباتو بنفس الهضرة، وكمل الواليد الهضرة ديالو وقال: سمعيني مزيان، ما عندنا فين تنعسي، ها انتي كتشوفي بيتك ساكنين فيه هادو، والبيت الاخر فيه الدراري، الدار عامرة ما كاينش فين تجلسي. قلت: ولكن انا راه ما عندي فين نمشي، واش غتلوح بنتك في الزنقة؟ بنت رحمة. هو غير سمع رحمة اللي هي امه، واللي كان حس بيه باقي جرحها في قلبي، وهو يقول: واخا نعسي في الصالة. نط ما هدرت مع تا واحد ونعس في الصالة بلا ما هنطق. شكون غادي يرحم مرات با اللي درت عليها الزحام؟ نعس واخا هكاك، وكنفكر كيفاش غنمشي من هنا، واش غدا نقول ليحيى باللي هربت من دارنا، يمكن يتيقني ويخليني نعيش معاه. ولكن لا، انا ما بغيتش نكون عنده رخيصه باش ما يلوحنيش بالساهل. وكنقول في بالي: سمعتيها عايده شنو قال في الاول، باللي انتي عجبتيه حيت ماشي بحال البنات الاخرين، انتي حيت عززتي عليه راسك. وداني النعاس وانا كنفكر في يحيى. فقت حيت حسيت بشي لمسات في رجلي، نط بالزربه مفزوحه، لقيت خمرات با هو اللي داخل عندي. قلت له: شنو بغيتي؟ وهو يقول: شت انتي زوينه بزاف عايده، بغيت نتزوج بيك، انا غنطلق مرتي وانتي تطلقي من راجلك ونتزوجو. شنو قلتي؟ قلت: غتخرج عليا دابا من بيتي ولا نشوهك. قا غاسمعيني، انتي زوينه بزاف. وبدا كيلمس وكيهضر، بديت كنغوت حتى فاقو مالين الدار كلهم، كلشي جا لعندي، مراتو وبا. هو يقول: با اشنو واقع هنا؟ قلت: هاد بنادم تهجم عليا. وهو يقول: كدابة، انا كنت غادي خارج وهي تعيط عليا، دخلتني لهنا وبدات كتعرض عليا راسها ودير شي حركات، وملي قلت ليها انا مزوج وكنبغي مراتي، قالت لي طلقها وتزوجني، ويلا ما بغيتيش غنشوهك ونطيح عليك الباطل. قلت: كذاب، هو اللي جا عندي. مراتو غير سمعات ديك الهضرة وجات بدات كتنتف فيا وتقنش، وهو يغوت با علينا غوتة وحدة حتى كلشي ثقل، ووجه ليا الكلام، قال: خرجي عليا برا، ما بغيتش نعاود نشوفك مرة أخرى. قلت لي: ولكن فين غنمشي في هاد الليل؟ قال: برا. ما عاودتش معاه الهضرة. خرجت وكل شي بقى كيشوف فيا، وخصوصا مرات با اللي حسيت بها دارت ابتسامة انتصار. خرجت في وسط الليل غادة وكنجر في رجليا في الزنقة، وقطرات الدموع متلاحقة وكتنزل من عيني. كرهت النهار اللي تزاديت فيه في هاد الدنيا، اللي بحالي تابعهم النحس. با عنده الحق، انا الا بقيت معاه غادة نزيدو النحس. ما عرفتش فين نمشي، خفت فهاد الظلام والشوارع خاوية، وما كان قدامي إلا صحر. تمشيت شوية حتى بانت لي تاكسي وشديتها، وصلت لدار صحر وطلبت من مول تاكسي تسناني. خرجت هي عنده خلصاته، طلعت لدارها ولقيتها مقصرة، مديتها في حتى واحد. دخلت لبيتها ونعست بعد ما سديت الباب، حسيت براسي هزة جبل على ظهري. وفقت في الصباح وخرجت، لقيت الدار مرونة، القراعي الشراب والقارو في كل بلاصة، والريحة ديال الخنز عاطية. ما حملتش هاد البلاصة، بديت نخمل ونفتح في الشراجم باش يتنقى شوية المكان. شوية وهو يبان ليا واحد الراجل خارج من بيت صحر، جا شاف فيا مزيان وانا حنيت راسي. حتى خرج ومشى بقيت كنخمل ووجدت الغدا، وفاقت صحر وجات جلسات معايا، وهي تقول: عاودي لي يا حبيبه شنو وقع؟ قلت: اش غدا نقول لك، داك الزمر ديال عزيز لقيتو مدخل وحده للدار، وملي نوضتها معاه جرى عليا. ومشيت لدار با، لقيت تما خو مراتو وتحرش بيا، نوضتها معاه حتى هو وجرى عليا با حتى هو، وليت تقيل على عائلتي، ما بقى عندي حبيب في هاد الدنيا ولا قريب، بقيتي غير انتي اللي قبلتي عليا نعيش معاك. وهي تقول صحر: ايوا حبيبه اش غدا نقول لك،
أنا دست من نفس المرحلة ديالك، وهنا استقليت براسي ودرت فلوس لراسي. أحتنتي خاصك ديري بحالي وما يهمك حتى واحد. ما نكذبش عليك، أنا يلا كنقد على مصاريفي بوحدي، ما نقدش على مصاريف جوج الناس. وهذا الدار راه ماشي ديالي، راه ديال الشاف ديالي، وهو اللي كيجيب لي الزبائن. ويلا عرف باللي انتي عايشة معايا غادي يطلب منك حتى انتي تخدمي معاه، ولا غيجري عليك. قلت سحر عافاكي، انا ما عندي حد في هاد الدنيا الا انتي، وقفي معايا، انا ما بغاش نخدم في هاد الشي. قالت حبيبة والله ما عندي ما ندير لك، وزيدون انتي ما عندك ما تخسري، ياك انتي مزوجة وما عندك عائلة، اش غدا تخسري الا خدمتي معايا. قلت لها صبري عليا غير حتى القدر. قالت انتي والله حتى هبيلة، واش الفلوس غيجيو حتى لعندك، وانتي ما عندك ما تخسري، وبغدل لي راسك وتخدمي بجوج دريه، انتي زوينة وكلشي غيحماق عليك، وغادة تجمعي زبالة الفلوس، وديك الساعة ديري مشروع ديالك وبعدي من هاد الدومين وعيشي لراسك. قلت لا سحر ما نقدرش مستحيل. وهي تقول انتي حرة، الا ما عجباتكش هضرتي ديك الساعة قلبي على فين تباتي، وحتى حب حياتك يحيى ما غتبقايش تشوفيه وتمثلي عليه باللي لاباس عليك، وغادي يعرف حقيقتك، وديك الساعة حتى واحد اصلا ما غيدير لك قيمة في هاد الدنيا، شوفي غير عزيز اللي حتى وحدة ما تقبل عليه شنو دار ليك، فما بالك بشي واحد اخر. صدماتني بهذيك الهضره اللي قالت، كيفاش حتى هي ولات ضدي دابا، قبل ما كانتش كتقدر تقول لي هاد الهضره، حيت كان عزيز داير لي العز ومسكنني في دارو، دابا غير جرى عليا وعرفات ما عندي فين نمشي من غيرها، استغلات هاد النقطه ضد الضعف ديالي. بالصح الا طاح الطور كيكثروا الجناوه، وهاج جناوه من كل ناحيه، وكل شي طامع فيا، وحتى واحد ما بغي يهز مسؤوليتي، وحتى واحد ما بغي يعاوني. كرهت النهار اللي تزاديت فيه، حياة ديال الويل هادي. سكتات بحال اللي بغات تعطيني فرصة للتفكير، والحقيقة أنه ما كان عندي حتى شي حل، واللي متأكدة منه أنني ما بغاش نفكر أنه ممكن نخسر يحيى، هو النقطة البيضة الوحيدة اللي في قلبي، إلا خسرتها غدا نمشي نعلق راسي في شي شجرة وننهي حياتي، حيت ديك الساعة ما غادي يكون عندها حتى معنى. خليتني سحر نهار كامل وانا كنفكر، وجات عندي في العشية وهي تقول ايوا لالا عايدة شنو قلتي؟ قلت ما نعرف، وهي تقول طالما قلتي ما نعرف يعني موافقة. قلت ليها انا خايفة. قالت ما تخافيش انتي راكي معايا، ما تخافي من حتى حاجة. قلت في خاطري اودي ما خايفة الا منك وجه الويل، اللي تستغل نقطة ضعف شي وحدة اش من امان لها. ناضت فرحانة وقالت لي راه غيجي عندها واحد السيد اليوم وغيجي معاه صاحبه، وباللي هاد الناس مرفحين بزاف وغيتهلاو فينا. قالت لي انتي ما تديري والو، انا اللي غدا نتفق معهم على الثمن وعلى كل شيء. حسيت بقلبي تصير، جبدات لي واحد الكسوه من عندها معريه بزاف، ودات لي الماكياج والسيشوار، وانا قلبي مقبوط، حاسه راسي غدا نموت الا قرب مني شي واحد. انا عمري ما بعت راسي لشي واحد، كل شيء كان كيحماق عليا، ولكن عمري ما زعمت نعطي لشي واحد وقت، حيت كنت محترمه راسي، كنت مزوجه وما زال دابا أنا مزوجة، ولكن راه جرى عليا هو السبب، هو عزيز السبب في هاد الشي. لا با هو السبب، هو اللي زوجني من الأول عزيز باش يتخلص مني، لو كان زوجت بإسماعيل كنت غدا نكون لاباس وما غنوصلش للدعارة. مرات با هي السبب، غنتاقم من كل واحد كان السبب في التعاسة ديالي في هاد الحياة. هذا وعد. وصلوا دوك الناس بعد ما كانت سحر مجدة كل شي، ما تحملتش راسي، هداك جلس حدايا
وكيطلب مني ندير شي حوايج انا كارهاهم. اكثر حاجه كرهتها في هذا النهار هي نفسي. نوضني نشطح وهو سكران، وبديت كنشطح بحال شي ميته ما حاملاش راسي. شمئزيت من نفسي. دوزت الليله معاه وهو ما رحمنيش وما عطانيش فرصه نهدر. بالنسبه ليه خلص الفلوس وخاصني نعطيه المقابل. كرهت جسمي. اول مره كيقيسوا شي حد بعد عزيز، وخديت لقب عاهره من اليوم. ما نعستش الليل كامل وانا كنفكر وكنبكي. فين غنوصل بهذا الشيء؟ علاش انا ندوز من هاد العذاب وهاد القرف؟ ناض الصباح ولبس حويجو وشاف فيا بشمئزاز وما هدرش وخرج. قلبي حسيت بيه غادي يخرج. ما حملتش هاد الشيء اللي دوزت. ما حملتش راسي البارح. دوشت وخرجت نجمع الروينه ديالهم. ما عرفتش كيفاش كتقدر سحر تعيش وسط هاد القرف والزبل ديالهم. اي حاجه كتفكرني بهم كتغيلفني. بقيت كنتسناها تفيق، ومن اللي فاقت جات عندي وهي تقول: عايده، الراجل ديال البارح شكا منك. واش صاحبتي؟ هو لو كان باغي الاصنام واش غيجي لعندنا؟ راه هو كان باغي ينشط وخلص الفلوس باش يمشي من هنا ناشط ماشي مبرزط. قلت: وانا مالي؟ شنو بغيتيني ندير؟ وهي تقول لي: عارفه اول مره صعيبه، ولكن من بعد غدا تولفي غيولي يجيك عادي. حتى انا كنت بحالك في الاول، ولكن دابا قلبي مات ولا عندي هادشي عادي. ما ديتهاش فيها وجبدات شي فلوس وحطاتهم قدامي. قالت: هذا حقك، شفتي شحال كتار، وفي ليله واحده تقدر تشري بيهم الحوايج اللي بغيتي وتهلاي في راسك باش تعمري العين لسي يحيى ديالك. فكرتني بيحيى وهزيت الفلوس ودخلت لبيتي وصونيت له. درت معاه موعد باش نتلاقاو، وفعلا صوبت راسي ومشيت عنده. طلب مني نركب معاه ومشينا تسارينا.